لكن للأسف ما قلت المكان غير مستغل بطريقة جيدة. المفروض يكون فيه مقاهي ومطاعم مفتوحة، لكن المكان خالي. إذن هذا هو لاحظت انه فيه هنا نشوف بعض العمارات فيه مشاريع نتاع فنادق. جديدة إذن هذه كورنيش ثالثة لمدينة جيجل. بما أن الكورنيش هذه هي قديمة فالأشجار كبيرة، فيها أشجار دير الظل، شيء إيجابي. وهذه للمرة الثالثة نصادف الدوريات تاع الماء تاع المياه، مراحيض هنا فيه مراحيض. هذا المرحاض الثالث، المرحاض العمومي الثالث اللي لقيته في مدينة جيجل. إذن وهذا الأمر إيجابي كثير، وهذه وتمينوها كثير أن تكون فيه مراحيض عمومية في المدن الكبيرة. الشيء اللي ما لقيتوش في مدينة بجاية، مدينة بجاية مشيت فيها كثير وحوزتها، لكن لم أصادف أي مرحاض عمومي، لم أجد أي مرحاض عمومي في مدينة بجاية، عكس ما راني نشوف في مدينة جيجل اللي حد الآن لقيت ثلاث مراحيض عمومية في المدينة تاع جيجل.